مرحب حبيبي، اليوم بدنا نعمل مع بعض طريقة تحضير الرافاييلو. حلو كتير، سهلة وبسيطة وبتتحضر بأقل من 10 دقايق، وعن جد عن جد رح تنال إن شاء الله إعجابكم. كتير هيدي الحلوة فخمة ورائعة. طبقة الرافاييلو المقرمشة مع اللوز والويفر كتير رائعة، شايفين كم طبقة روعة. حلو كتير، بسيطة ورائعة، حلى الرافاييلو وبتنفع كتير برمضان. عملتها بأقل من 10 دقايق، حضرتها لهيدي الحلو الفخامة على الحل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا بسكويت الويفر بنكهة الفانيلا، حمصت لوز بالفرن، بدي استعمل كوبين حليب، 100 جرام شوكولا بيضة، ملعتين طعام نشا، ملعتين طعام سكر. بحط الحليب بالطنجرة، حطينا كوبين حليب، سكر، نشا، بحركن شوي، بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عند الخليط بهيدا الشكل، هلأ بحط فوقان الشوكولا البيضة. بحركن منيح، بستمر بالتحريك ليدوب عنا الشوكولا بقلب المهلبية. بس دبت الشوكولا، هلأ منطفي الغاز. بحط بقلب القالب ويفر، بسكوت الويفر بهيدا الشكل. من الخلطة اللي عملتها جوز الهند برشهم بهيدا الشكل، برجع بحط لوز، طبقة ويفر، برجع بحط الخليط لعنا، لوز، آخر طبقة بحطها بيضة عشان نغطيها بجوز الهند. هلأ بحطها بالبراد لتبرد أقل شي 2 ساعة. هيدا الكيك بعد ما حطيته بالبراد 2 ساعة، هلأ بدنا نشيله من القالب. برش على الوجه جوز الهند كمان، وعندي هون اللوز مكسر شي بسيط، حمصتهم بالفرن وكسرتهم شي بسيط، بدي زين فيهم. اكيد الزينة بقلكن عطول مثل العادة، حسب انتو ما بتحبوا، حسب الرغبة. هادي كيكة الرافاييلو اللي عملتها انا وياكن باقل من 10 دقايق، كيك عن جد بنصحكن تجربوها، كتير كتير فخامة وطيبة ورائعة. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي أحبابي.